السلام عليكم خوتي خوتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وفي احسن حال. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة ونتمنى يعجبكم. اليوم جيت غادي نحضر معكم، جا في خاطري في البريوش، غادي ندير معكم واحد لا بريوش ان شاء الله تخرج لنا زوينه وتعجبكم ان شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا المقادير، عندنا 3 ديال الكيسان ديال الفرينه، عندنا 2 بيضات غادي نستعملوا بيضه كامله، والاخرى نستعملوا غير البيض نتاعها نزيدوه مع هذه، والصفر نخليوه باش ندهنوا به البريوش نتاعنا. عندنا سكر فاني، نص كاس ديال اتاي ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخماره ديال العجين، وعندنا 50 غرام ديال الزبده. هنايا شويه الجلجلان، وهنايا واحد المعلقه صغيره ديال الفانوي كي نقولوا له بالعربيه، المهم فانوي يا ربي يسمح لي، حبه حلاوه ولا النافع، المهم وحده فيهم كانت الفاكشة اشاك فوا نتلف فيهم. المهم هنا غادي نبداو الطريقه، غادي نديروا لافارين ديالنا. بسم الله، غير بالكاس ديال وهنا غادي نقلعوا البيض ونخليو السفره لابخي، نديروها هنا نكارطيوها. فوالا، هنا نديرو السكر ديالنا، نديرو هاد حبه حلاوه ولا كما يقول فانوي، يا ربي تسمح لي، لا حبه حلاوه يمكن، وقولوا لي مانيش كان يتخلط لي الامر. هنا شويه جلجلان ندير فيه الداخل، حمرته شويه فوق النار، يعجبني لوغو ديال الجلجلان هكا فيها. نديرو الزيت ديالنا. البنات نسيت الكاس ديال الحليب، كيما نعبروا دائما بالكاس ديال الاتاي دافي، دفيتو شويه في الميكرووم. غادي نديرو هنايا، وغادي ندير عليه هذه الخماره ونخليها تفاعل شويه. نزيدو لافاني. البنات غادي نخلطو هاد المسائل ديالنا، المقادير اللي درناها نخلطوها مزيان مزيان. الحليب ديالنا مع الخمارة ديالنا، ونبداو غادي نزيد شوية الفرينة لأن جات شوية مطلوقة. البنات كيما راكو تشوفو غادي نزيد شوية الفرينة على حساب، كما قلت لكم كاين الفرينه اللي كتشرب فيستا وكاين الفرينه اللي ما كتشربش. ولكن كمان العجينه ما خصهاش تكون كاع جاريه جاريه بزاف، غادي نزيد لها شويه. كنزيد لها الكاس كامل، البنات غادي نزيدو ديك الزبده تكون مدوية، انا ذوبتها اكثر من اللازم، ما غاديش نديرها كامله، ونخلط الملحه، ديما تكون الملحه في الماء في الاكلات ديالنا، وفي ميم حاجه سكري خصنا نديرو الملحه. فوالا البنات غادي ندير عليها غير شويه ديال الفرينة هكا، وغادي نخليه يرتاح مزيان واحد 15 مينوت ونولي لكم. البنات بعد ما ارتاحت كما راكم تشوفوا عجينة يعني رطبة وملسة. هنايا بديت كندير كويرات فوق هذا فوق البابيي كويسون، غادي نكمل الكويرات ديالي ونرجع لكم. كتشوفوا البنات هاني درتهم هكا كريسات، غادي نخليهم يرتاحوا باش يخمروا شويه ومن بعد نرجع لكم. هنا البنات بعد ما خمروا غادي نزيد ندري عليهم شويه الجلجلان هكا، وغادي نديرهم على درجه 180 180 درجه حتى يطيبوا ويتحمروا من الفوق مزيان، ونرجع لكم. Thank you.
اخوتي اخواتاتي، كما راكم تشوفوا البرياش ديالنا وجدوا، جاوا زوينين محمرين وخفاف ما شاء الله. نتمنى تعجبكم الفيديو وما تنساوليش البارطاج واللايك، واللي ما مشتركش يشترك، ونتلاقاكم فيديو اخرى ان شاء الله. وشكرا لكم كاملين اللي راهم متبعيني واللي مازال تدخلوا عندي، مرحبا بالجميع. يلا خليت لكم الراحه وشكرا لكم بزاف. سلامه بسلامه عليكم. سلامه.